أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتعليم جديد في برنامجكم روشتة تعليمية. إذا أردت أن تنهض بأمة فعليك بالتعليم، ولكن لا تعليم بدون معلم. مساء الخير والسعادة على حضراتكم وحلقة جديدة من حلقات شهر البهجة والاحتفالات شهر مارس. مارس عندنا في مجموعة كبيرة من الاحتفالات وتكلمنا عن البعض منها. بدأنا بيوم 8 مارس يوم الشهيد، وتكلمنا عن يوم 9 اليوم العالمي للمرأة. الحلقة النهاردة دسمة وفيها موضوعات كتير هنبدأ برضو بيها، في عن رفع العلم المصري على أرض طابة اللي هو 19 مارس، هنتكلم برضو عن عيد الأم طبعا 21 مارس، وكمان هنتكلم عن المؤسسة الوطنية المصرية لمستقبل مصر. في حلقة النهاردة بنقول استكمالا لحلقة امبارح في المؤسسة الوطنية، ونشاط المؤسسة، مؤسسة المجتمع المدني ليها شغل على الأرض. بنرحب بضيفنا تاني وهنفضل نستمر مع هذه المؤسسة، الدكتور ربيع نبيل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية المصرية مستقبل مصر 2030. أنا بيك يا دكتور. أنا بيك يا دكتور، نورتنا وشرفت البرنامج. أنا اللي سعيد، احنا سعداء إن أنت معنا تاني النهاردة استكمالا لحلقة امبارح. أنا اللي سعيد بوجودي في وسط حضراتكم وسط المنبر التعليمي الرائد. اهلا وسهلا بحضرتك معانا يا فندم. واستكمالا لحلقه امبارح هنطلع للمؤتمر الصحفي لرواد اعمال المستقبل، ونرجع تاني خليكم معانا. المؤتمر الصحفي لرواد اعمال المستقبل، وعايزين نحييهم تحيه كبيره. والاستماع لأصواتهم من خلال
صدور دورات تدريبية لكل العاملين بالمجال الطبي والإسعاد بالمختصين من كافة المحافظات وإنشاء استراحة للأطباء بالمناطق الرأي معدة بكل وسائل الراحة. الرقابة كيان بمعنى إن أي مستثمر يتم الرقابة عليه قبل عرضه واختيار أفلام الكرتون التي تتناسب مع طبيعة المجتمع ومواكبة التقدم في مجال صناعة الأفلام حتى تنتج أفلام خاصة بنا. إنها وزارة التخطيط وعمل كوادرها في مجال منفصل حيث من ضمن هيكلها الوظيفي لجنة لتخطيط ومتابعة أعمالها تقوم على إحياء خطط الوزارة. لابد من دمج مهام الشباب والرياضة للعمل في إطار واحد وتنظيم دورات داخل المدارس وعمل مسابقات رياضية والشراكة مع وزارة التربية والتعليم لتعميم يوم رياضي شهري في المدارس على مستوى الجمهورية واختيار رياضية في المدارس للانتماء للفرق القومية. السادة الصحفيين يتفضلوا بأسئلتهم بس أتمنى الصوت يكون واضح عشان أقدر أجاوب على أربع أسئلة. معكم إسراء شريف الأبراج نيوز. ما هو دور هيئة كسوف الثقافة في إعداد النشر؟ معكم يوسف عادل من وكالة أنباء الشرق الأوسط. عايزين نعرف يا فندم كيفية اهتمام الدولة بفئة الشباب وكيفية تمكينها؟ معكم حبيبة سعيد من قناة النهار. ما هو دور وزارة التخطيط الفعال على أرض الواقع؟ يوسف جمال الدين الوطنية التونسية. حب نعرف شنو الدور المجتمع بعد ما رجعنا للمؤتمر الصحفي لرواد المستقبل امل الامه. الجمال اللي احنا شفناه ده شغل المؤسسه مستقبل مصر. دكتور ربيع ايه الجمال ده؟ تسلم. ايه المؤتمر الصحفي الجميل ده؟ والله يعني
انا طبعا من هنا ومن منبر التعليم وقناتكم الكريمه بوجه شكري لاولياء الامور اللي كانوا متابعين ومصرين على التزام اولادهم بشكل كبير، لان لولا التزامهم ما كانوا الاولاد التزموا معانا بشكل كبير. شهر على 3 مراحل، كل مرحله بتسلم الثانيه علشان نوصل في النهايه للثبات اللي هم كانوا موجودين فيه. وكل حد فيهم سال سؤال بالفعل الحكومه خدت فيه خطوه، يعني كل سؤال اتسال من الولاد بالفعل جهاز الدوله والحكومه بالفعل خدت فيه خطوات. وده كان رد من المؤتمر الصحفي لرواد اعمال المستقبل، ان بالفعل كل الاسئله اللي بتدور في اذهاننا سواء صغيرين او كبار بالفعل الحكومه شغاله عليها واشتغلت عليها، واحنا بنامل ان شاء الله ان الولاد دول ان شاء الله هيبقوا في يوم من الايام هم قاده الدوله، وهم احنا بناهلهم علشان نبني جيل قادر على القياده. دكتور ربيع، زي ما انت شكرت اولياء الامور، لا ده احنا من خلال برنامج رشيد التعليميه، وده استكمال لحلقه امبارح فيها، لا احنا بنتوجه بالشكر للمؤسسه اللي على راسها الدكتور ربيع نبيل. لكم كل الشكر والتقدير والاحترام، ان في ولاد عندنا في دول امل المستقبل، جيل الغد ده. دي حاجه يعني انا بوجه بقى رساله من خبير برنامج رشيد التعليميه للهيئه الوطنيه للاعلام، نعمل مؤتمر صحفي وندعي المؤسسات الكبيره كلها وندعي القنوات التلفزيونيه كلها وننقل ده للعالم كله، ونشوف هي دي مصر، ده بناء الانسان المصري اللي نادى بيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشوف بقى منار بقى في طابه رفع العلم المصري. شوف بقى محضرين ايه النهارده. هنتكلم عن طابه ورفع العلم المصري على ارض طابه في 19 مارس. طابه هي مدينه مصريه بتتبع محافظه جنوب سيناء، موجوده تحديدا على راس خليج العقبه، مساحتها اكتر من 500 فدان، يعني مدينه كبيره جدا. طابه ليها قيمه تاريخيه واستراتيجيه كبيره جدا. ليه؟ لانها موجوده على حدود 4 دول، الاردن، السعوديه، فلسطين. بعد حرب اكتوبر 73 في اتفاقية كده تم توقيعها كلنا عارفينها، اللي هي اتفاقية السلام، كانت سنة 79. الاتفاقية ديت بتنص على انسحاب اسرائيل من الاراضي المصرية اللي هي احتلتها كلها في يونيو 67. لحد كده الدنيا تمام. لما جم يطبقوا بقى الاتفاقية ديت على ارض الواقع، حصلت مشكلة اللي هي بنقول عليها مشكلة طابة. ديت كانت في مارس سنة 82. ليه اللي حصل بالظبط؟ والله لما جم اسرائيل تنسحب من طابة اختلفوا على بعض النقاط الحدودية، هل هي تبع الدنيا بالظبط؟ فالجانبين المصري والاسرائيلي اختلفوا مع بعض. حرص القيادة المصرية وقتها خلاهم يقولوا لا احنا هنأجل الانسحاب دلوقتي وهنلجأ للقانون الدولي وبنود معاهدة السلام، وتحديدا للمادة 7 من المعاهدة. المادة ديت بتقول لو حصل اي خلافات بين الطرفين او حصل سوء فهم او تفسير لبنود المعاهدة، بنلجأ الطرفين ل بيحاولوا قدر المستطاع ان هم يوصلوا لنوع من التوفيق في النص، ان الاثنين يوصلوا لوجهة نظر واحدة. لكن دوت لو ما حصلش بيلجأوا بقى للتحكيم الدولي، ودوت اللي مصر سعت ليه والطرفين اتفقوا عليه في النهاية ان هم يلجأوا للتحكيم الدولي. طيب لحد ما التحكيم الدولي يقول كلمته، مصر كانت حريصة جدا على كل شبر في ارضها، فعملت اتفاق مؤقت كده مع اسرائيل ان اسرائيل ما تبنيش اي منشآت على ارض طابة لحد ما نشوف التحكيم الدولي هيقول ايه. لكن للأسف اسرائيل اخلت بالوعد وبالاتفاق دوت، واعلنت افتتاح فندق سونيستا طابة وقرية سياحية كاملة على ارض طابة في التوقيت ده. ده طبعا كانت مشكلة كبيرة. المهم فاتت السنين وعدت لحد ما وصلنا لسبتمبر سنة 88. هيئة التحكيم الدولية الحمد لله قالت كلمتها أخيرا إن طابة أرض مصرية بتقع تحت السيادة المصرية بالكامل، وعلى إسرائيل إن هي تنسحب منها تماما. جينا بقى الاحتفال اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، اللي هو 19 مارس سنة 89 تم رفع العلم المصري على أرض طابة، تأكيدا على إن مصر ما بتسيبش حقها
مصر ما بتسيبش ارضها مهما طال الزمن ومهما حالت الظروف، بس في الاخر مصر بترجع تسترد ارضها. استاذ محمد، طبعا القوات المسلحه عمرها ما بتسيب بلدها، القوات المسلحه ما بتسيبش شبر واحد من ارض مصر، فكانوا حريصين جدا جدا على ارض سيناء ترجع بالكامل. ارض سيناء هي ارض مصريه بالكامل. نرجع للدكتور ربيع، اهم البرامج اللي حطينا فيها الانتماء لاولادنا اللي خلت الجمال ده اللي احنا شفناه على الشاشه حاليا. والبرنامج الاهم عندنا هو برنامج رواد اعمال المستقبل. البرنامج ده احنا بنشتغل فيه على ثلاث محاور، منه جانب فني ومنه جانب نفسي ومنه جانب اجتماعي. الجانب النفسي منه نعلهم الثقه في النفس، بتديله انطباع ان هو يقدر يتكلم ويطلع كل اللي بداخله، بتشجعه يتحرر من الحواجز اللي بتبقى منعه ان هو يتكلم. نيجي بعد كده للجزء الفني، بتبدا معاه تشتغل معاه ازاي تديله اسئله، ازاي تبدا تطرح ليه تكليفات وتتابع التكليفات دي هو بينفذها ازاي. من خلال عدد كبير من البرامج كنا اتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت، هي فن الحوار والثقه بالنفس واداره الوقت والتغيير، الاتيكيت ازاي يقعد، ازاي تبداوا مع الاطفال. احنا شغالين في البرنامج من سن 8 ل 16 سنه، وبعد كده بناخدهم من 16 ل 18، هي المرحله اللي ما بين الطلائع والشباب. احنا بنديهم برنامج اسمه برنامج متقدم، علشان ابدا ادخله بعد كده في برنامج كبير اسمه برنامج رواد اعمال المستقبل من سن 18 ل 40 سنه. يعني انا باخده من سن 8 ما بسيبوش الا وهو عنده 40 سنه. طب احنا حاطين البرامج دي ازاي؟ احنا مصممينها على اعلى مستوى، مصممينها على ازاي احنا نتعامل مع الفئه العمريه ديت. ممكن حضراتكم شايفين احنا وصلنا ازاي ليهم، ان هم الاولاد عندهم ثبات انفعالي، عندهم ثقه بالنفس ان هو يقعد ويعمل مشروع تخرج. ده كان مشروع التخرج بتاعهم، لان هو في النهايه كل رائد اعمال فيهم خلال ال 15 شهر اللي احنا اشتغلنا معاهم ورش عمل وبرامج تدريب، في النهايه كان لازم يجتاز مشروع التخرج بتاعه علشان ياخد الاجتياز. وكان ده مشروع التخرج احنا شفنا قد ايه هم ثابتين، قد ايه هم عندهم ثقه بالنفس ان هو قدام كل القامات اللي كانت موجوده واكثر من 500 حد قاعد في المسرح، وهم عندهم ثبات وعندهم قوه. وبنتحدى بيهم كل اطفال وشباب العالم، احنا عندنا شباب وعندنا اولاد قادر على البناء وقادر، واحنا بنبني جيل قادر على التنميه ان شاء الله. مصر قادمه، وزي ما سياده الرئيس قال مصر ان شاء الله جايه وهتكون قد الدنيا، وهي ان شاء الله قد الدنيا ان شاء الله. النهارده الخميس 21 مارس عيد الام، الجنه تحت اقدام الامهات. نشوف رمضان النادي هتقول لنا ايه النهارده في عيد الام لكل ام ولكل ام شهيد على ارض مصر. الاول كده لو انا قلت لحضراتكم ان في مؤسسة فاتحة جديد محتاجة موظفين يشتغلوا فيها، بس بشرط ان هم يشتغلوا 24 ساعة مفيش فواصل، مفيش مكافآت ولا مرتبات ولا حوافز ولا اي حاجة، مفيش ايام اجازات. وممكن لو انت نايم فاحنا ممكن نصحيك علشان انت هتقوم تكمل الواجب بتاعك، بس من غير ما تعترض ولا تبين ان انت كده متذمر ولا اي حاجة في الدنيا. اكيد هتقولوا عليا مجنونه، مفيش حد هيستحمل ان هو يشتغل الشغلانه ديت مهما كانت المغريات، ولو ان هي يعتبر ما فيهاش اي مغريات في الدنيا. لا، هي الوظيفه ديت موجوده، بس مش وظيفه انسانيه، او يعني احنا اللي بنكلف بعض بيها، هي حاجه من عند ربنا. يمكن هي الفطره والحب والحنيه هي اللي بتخلي الستات ديت او الموظفين دولت ان هم يكملوا الامهات، امهاتنا اللي تعبوا وربونا وكبرونا وبيشتغلوا او يعني متحملين 24 ساعة على مدار العمر كله، لا بيكلوا ولا بيملوا ولا حتى بيستنوا مننا كلمة شكر. 21 مارس هو عيد الام، بيتم الاحتفال به في مصر واوروبا وامريكا والعالم كله. بداية عيد الام المصري تحديدا جت ازاي؟ سنة 1943 كان في كاتب صحفي مشهور جدا مصطفى أمين، كان كتب كتاب اسمه أمريكا الضاحكة، وكان بيتكلم فيه إن يا جماعة يا ريت نخصص يوم للأم
للأم بس، مش مفيش حاجة أكتر من كده. لكن للأسف محدش اهتم بالكتاب دوت أو للفكرة نفسها في الكتاب. تمر الأيام وعدت تقريبا 10 سنين ويمكن أكتر شوية. مصطفى أمين قاعد في مكتبه في أخبار اليوم، دخلت عليه سيدة أرملة عايزة تحكي له قصة. أهلا وسهلا اتفضلي. قالت له أنا واحدة أرملة، جوزي اتوفى ولادي صغيرين، رفضت إن أنا أتجوز بعد وفاته، وعشت وكبرت ولادي وربيتهم واستحملت معاناة لحد ما اتخرجوا الحمد لله واشتغلوا، كل واحد فيهم اتجوز واستقل في حياته، ما بقوش بيسألوا عني، ما بقاش لي أي حد في الدنيا، خلاص أنا تعبت مش عارفة أعمل إيه. طبعا القصة أثرت في مصطفى أمين جدا واتضايق، وافتكر الفكرة اللي هو كان كتب عنها في كتاب أمريكا الضحكة من أكتر من 10 سنين. فكان عنده عمود بيكتب فيه، عمود شهير قوي اسمه فكرة، كان بيكتب فيه هو وعلي أمين. فهم رجعوا تاني قرروا الفكرة وقرروا إن ده يا جماعة إحنا نعمل يوم للأم نسميه عيد الأم، والغرب كله بيحتفلوا بالفكرة دي. الجمهور اتفاعل طبعا مع الفكره ديت جدا، واغلبهم كان موافق، والبعض قال لا يا جماعه الام اكبر من ان احنا نخصص لها يوم واحد في السنه. بس في الاخر الجمهور اجمع ان موافقين على الفكره ديت، وبداوا يبعتوا جوابات تاني قالوا نخليه يوم 21 مارس علشان دوت بدايه فصل الربيع. الفصل دوت فصل المشاعر الكويسة، فصل الصفاء والبهجة والألوان والاحتفالات، وبعد كده بقى يعتبر عيد للأسرة كلها مش عيد للأم بس. أول احتفال بعيد الأم كان 1957 طبعا 21 مارس يا أستاذ محمد. فاحنا بنقول لكل الأمهات كل سنة وانتوا بخير وصحة وعافية، والأمهات اللي سبقونا لدار الحق يعني ربنا يرفع مكانتهم في الجنة، واللي عايشين ربنا يخليكم لينا، واحنا عايشين بدعواتكم يعني. بنقول لكل ام كل سنه وانت طيبه، كل واحد والدته على قيد الحياه، على قيد الحياه، يبوس ايدها ويبوس رجلها، واللي انتقلت الى رحمه الله يدعو لها بالمغفره والرحمه. النهارده ما ننساش عيد الربيع، عيد الظهور. يا ريت كده كل اسره تاخد ولادها وتروح حديقه الارمان في الجيزه وتشوف جمال الزهور، ويبقى تجديد، ونعلم ولادنا حب الطبيعة ونشوف الجمال فيها. نظرا لضيق الوقت انا بشكر الدكتور ربيع شرح النهارده. شكرا. وان شاء الله هتبقى حلقات وحلقات زي ما توعدنا مع حضرتك، هننزل نصور في نفس المؤسسة. شكرا لحضرتكم اعزائي المشاهدين، واشكركم واشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله على خير مع برنامجكم روشيتا تعليميه.